إدارية ديال الرباط، ولكن كاين فرق كبير بين هذا القرار وبين هذا، لأن القرار ديال وجدة والرباط يتعلقوا بمقاس استعجالي يرمي إلى إيقاف التنفيذ. إيقاف التنفيذ الناس في وجدة كانوا لقيتها ملي خرجوا النتائج وتقصروا التوأمين اللي تقاطعوا الجميع، تقدموا بدعوى لإيقاف تنفيذ هذاك القرار باش يتمكنوا من اجتياز الدورة الثانية، الدورة الاستدراكية. الحالة هنا في مراكش ماشي بهذا المسؤولين متيقنين بأنه هاد التلميذتين راهما نجحات وما تيقلبوش على الدورة الاستدراكية. فكان الأمر أنه غادي دار دعوة ماشي استعجالية لوقف التنفيذ، وإنما دعوة في الموضوع لإلغاء القرار. وبالتالي تصبح هذا القرار ديال مراكش أول قرار بإلغاء أو قرار قضائي بإلغاء قرار إداري مشوب بالعيوب. و اشنو غادي تقولوا لي دابا؟ هل القرار الاداري كاين؟ كيفاش ان هاد الجهات غادي تمكنهم انهم يتنفعوا بالحق ديالهم في النجاح؟ اولا هذه اللحظه ديال انهم تيتمتعوا بالفرحه ديال النجاح ومع الاسره ديالهم. هي ورقه قويه. اذا هذا معطى اول. غادي يجيهم بطبيعه الحال خطوات اخرين اللي غادي يكون فيهم غادي ناخذ النسخه ديالهم نبلغوها الاكاديميه ملي غادي تبلغ تيبقى هنا التساؤل. القرار فيه ان مع الغاء القرار الاداري مع ترتيب الاثار القانونيه مترتبه عندهم، بمعنى يتضافوا الاسماء ديالهم في اللوائح ديال التلميذات التلاميذ الناجحين وياخذوا الشهاده باش يتمكنوا انهم يدوزوا للمرحله الثانيه ديال اجتياز المباريات والالتحاق بالمدارس العليا ولا المهم في استمرار المشوار ديالهم في الحياه السيده. تتمنى بطبيعه الحال ان الاكاديميه تستجب للطلب وما تستلمش، حتى في حاله الى استلفت فاكيد ان البنيات بمقتضى الحكم الاداري الحكم الاداري غادي يتمكنوا انهم يمشيو يتسجلوا في المنظمه ويتسجلوا في انتظار، لان الحكم الاداري الحكم ديال الالغاء هو بمثابه شهاده. غادي يشوفهم بعد الموثوق ديالو فيه الغاء القرار الاداري القاضي بترسيم كذا وكذا مع اتخاذ اثار قانونيه مترتبه على ذلك، كاين اثار مترتبه على ذلك. اذا مباشره ملي غادي ناخذ النسخه ديال الحكم غادي تاخذوه غادي هو بمثابه ديك الشهاده اللي تتعطى غادي تمارسوا بها بطبيعه الحال ديالكم في التسجيل في الهروج في الاعتراض. ايضا ما تفوتنيش الفرصه انني نشكر الناس ديال الاعلام اللي طرقوا الموضوع واللي غادي يطرقوا ليه، لان اكيد ان هذا مسار يؤرخ لمرحله مهمه حنا تنقولوا في مراكش دائما سباقه لمبادرات من هذا القبيل، يؤرخ كذلك العلاقه ديال المواطن بالاداره خاصه هذه المساله هذه، لان كان من السهل ان هاد البنيتات لقيتها ملي تعلم عن الترصيد ديالهم يمشيو بحال هكا. كان من السهل لو ان ما كانوش واحد المحيط اللي فيه من الوعي ما يكفيهم بطبيعة الحال انهم يطالبوا بالحق ديالهم. كيتطابق القاعدة تقول ماضى حق وراء الطالب، طالبوا الحق ديالهم. نبغي نقول بهذه المناسبة وكي الاخوان هنايا لما دخلوا ان هذا كله هو راه ماشي دور ديال شخص واحد، هذه سلسله فيها مجموعه ديال الحلقات وكل واحد تيقوم بدور حلقه. ولو ان في هذه القضيه هذه عنصر او حلقه واحده ما قامش بالدور ديالها ما غاديش نوصل لهذ النتيجه. اذا فهو عمل مشترك بدايه من البنيات اللي رفضوا قرار ديال الترصيد لانه عندهم قناعه بانهم مظلومات، هذا الاحساس بالظلم. لو ايضا انه ما تقومش في الاتجاه الصحيح يعني ممكن يمشي في اتجاه اخر ديال الانطواء ديال مجموعه ديال الامور، ما بغيتش نقول هذا المصطلح اللي قلتي، ولكن على كل حال تقوم هذا الاحساس بالظلم ومشى في اتجاهه الصحيح اللي هو نتمنى ان في كل المناسبات ملي الانسان يحس بالظلم من اي نوع انه يمشي في طريق الغاء هذا الظلم هذا، واكيد انه هو اللي يتلغى باش ما نطولش. تنشكر مجددا كل الطاقم التربوي ديال المؤسسه.